السلام عليكم. أعلن المركز النرويجي للاجئين أن آلاف اليمنيين توفوا جراء إغلاق مطار صنعاء للسفر إلى الخارج لتلقي العلاج. ومنذ عام تفرض قوات التحالف العربي حظرا جويا على مطار صنعاء الدولي كخطوة في سياق الحرب العسكرية والأمنية على الانقلابيين المتحكمين بزمام الأمور في صنعاء. لكن مراقبين يقولون إن الانقلابيين وقياداتهم لم يتضرروا من هذه الخطوة، فهم يسافرون عبر الطائرات المستثناة، سواء الطيران العماني أو بعض الطائرات التابعة للمنظمات الإنسانية الدولية. يبدو من الواضح أن الحوثيين يستثمرون هذا الاهتمام الدولي بالضغط لفتح مطار صنعاء، فيما يستمرون بحصارهم الخانق على تعز وارتكاب الجرائم بحق اليمنيين. وفي المقابل تعاني المطارات التي تقع في المناطق المحررة من توقف مؤقت بين فترة وأخرى، أحيانا لأسباب فنية وأخرى أمنية، هذا فضلا عن أنها تحتاج ساعات طويلة للوصول إليها والعبور من عشرات النقاط الأمنية، سواء إلى عدن أو سيئون. كل ذلك يدفعنا للتساؤل: من المتضرر من توقف مطار صنعاء؟ وإذا كان قادة الانقلاب يدبرون أمرهم، فلماذا تبقى المعاناة نصيب البسطاء والمرضى العاجزين؟ ماذا عن بقية المطارات في المحافظات الأخرى؟ لماذا لا يتم استئناف العمل فيها تخفيفا لمعاناة الناس؟ كل هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها في هذا المساء. نبدأ النقاش مع ضيوفنا، ولكن بعد متابعة هذا التقرير. عام على إغلاق مطار صنعاء. خلال هذا العام كبرت علامات الاستفهام المتسائلة عن مبررات هذه الخطوة، ومعها كبرت أوجاع الناس وضاقت عزلتهم. إذا كان التحالف العربي يهدف من إغلاق مطار صنعاء محاصرة الإنقلابيين ومنع سفر قياداتهم، فإن هذا بعينه هو ما لم يحدث خلال العام. فالإنقلابيون يسافرون عن طريق الخطوط العمانية وطائرات المنظمات الدولية، الطائرات المستثناة من الحظر الجوي. مصادر إعلامية تحدثت عن أن قيادات حوثية ومن عائلة المخلوع أيضا تمكنوا من إجلاء عائلاتهم إلى خارج اليمن في وقت سابق عن طريق مطار صنعاء، ما يجعل مثل هذه الخطوة تبدو عديمة الفائدة للتحالف، بل تضعه في حرج دولي، خصوصا مع ارتفاع أصوات المنظمات الأممية والحقوقية المطالبة بفتح مطار صنعاء. المجلس النرويجي للاجئين أصدر بيانا أعلن فيه وفاة آلاف المرضى اليمنيين الذين لم يتمكنوا من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج، خصوصا مع تدهور القطاع الصحي في الداخل. مراقبون قالوا إن التحالف يمكنه إزالة الحرج الحقوقي والسياسي بالعودة إلى فتح مطار صنعاء بشروط الرقابة الأمنية، مثل ما كان عليه الوضع سابقا عندما كان يتم تفتيش الطائرات في مطار بيش السعودي. تتضاعف معاناة المرضى والمسافرين في الداخل يوما بعد يوم، خصوصا مع صعوبة الوصول إلى المطارات البديلة في عدن وسيئون واستمرار إقفال باقي المطارات دون تفسير واضح لذلك. فإذا كنت مريضا وتريد السفر من صنعاء أو محافظات أخرى إلى مطار سيئون، فإن ذلك سيستغرق منك قرابة 20 ساعة، محفوفة بمخاطر كبيرة في الطرق يتخللها معاملة سيئة في النقاط الأمنية. وإذا توجهت إلى عدن فإن المعاناة لن تختلف كثيرا في الطريق، ناهيك عن الكلفة الباهظة لتذاكر طيران اليمنية الاحتكاري، بالإضافة إلى خضوع حجوز الطيران ومواعيدها لسوق سوداء تعمل وفق من يدفع أكثر. وضع مأساوي أحاط باليمنيين من الداخل والخارج، جعل لسان الحال يقول: المستجير بعمر عند كربته كالمستجير من الرمضاء بالنار. إذن أجدد ترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أرحب بمن ينضم إلينا الآن دكتور دحان النجار رئيس المجلس العالمي للحقوق والحريات الذي ينضم إلينا عبر سكايب من نيويورك. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. إذن دكتور، يعني بعد عام من إغلاق مطار صنعاء، هل يمكن القول على أنه أثمر في تحجيم استفادة الانقلابيين منه في يعني في سياق آخر ونفع اليمنيين عموما منه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكركم على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن موضوع إنساني في غاية الأهمية، وتناول هذا الموضوع الآن بعد عامين ونصف من حرب طاووس أمر مهم جدا. من المحاصر؟ هل المحاصر هي الميليشيات الإنقلابية أم المحاصر الشعب اليمني وبسطاء الناس؟
أنا أرى أنه خلال عامين ونيف من الحرب ولا زال الطرف المسيطر في صنعاء وما حولها يتمتع بقدرات عسكرية كافية ويقود حرب شعوة في مختلف المحافظات والمناطق، والمحاصر هناك هو الإنسان اليمني البسيط الذي لا يستطيع أن يسافر بشكل آمن سواء للعلاج أو إلى المهجر لطلب لقمة العيش. صحيح كان هناك نظام أممي للتفتيش يمر عن طريق مطار بيشة في المملكة العربية السعودية، وكان هذا الأمر يأخذ طابع أمني وطابع إنساني في آن واحد، بحيث أنه يضمن عدم تسرب العناصر الغير مرغوب فيها، وفي نفس الوقت يسمح للمهاجرين وللمرضى في التنقل. توقف هذا الأمر على اعتبار أن هناك مطارات تم فتحها في المناطق المحررة في سيئون وفي عدن وغيرها، لكننا في الحقيقة لا نرى اكتمال السيطرة الأمنية على تلك المطارات وتلك المنافذ والطرقات المؤدية إليها، فأصبح المواطن اليمني الإنسان العادي يعاني من السفر من وإلى تلك المطارات. وكما نلاحظ بأن منفذ الوديعة هو المنفذ الرئيسي الهام اللي تحمي عدد من الألوية العسكرية، إلى الآن لم تتمكن القوات الحكومية المسيطرة هناك في تأمين وضع المسافرين ولا المرضى ولا التجار أو غيرهم. فهذه معضلة، يعني معضلة إنسانية، معضلة وطنية حقيقية، بحاجة إلى تفكير جاد، وبحاجة إلى تقييم فعلي ينطلق من مصلحة الإنسان اليمني قبل أي شيء آخر. طيب، الآن المجلس النرويجي للاجئين أعلن أن آلاف اليمنيين توفوا بسبب عدم تمكنهم من السفر للحصول على الرعاية الطبية، وقال إن عدد هؤلاء فاق قتل الضربات الجوية، لكنه استند في كلامه لوزارة الصحة بصنعاء، هذا ما أعلن عنه. برأيك هل هذه الأرقام منطقية في سياق ما يجري في اليمن؟ أولا كل الأرقام في اليمن تقريبية، لأنكم تعرفون ليس لدينا قاعدة بيانات حقيقية في اليمن بشكل عام، سواء في المجال الصحي أو في مجال التعداد السكاني أو في المجال المدني أو في المجال التنموي. أرقامنا كلها متخبطة، لكن أستطيع أقول شيئا واحدا، وهو أن الأرقام أرقام الناس أو أعداد الناس المتضررين من انتشار الأوبئة ومن الحرب ومن نقص الدواء أرقام مهولة، يعني أرقام كبيرة. ربما الأرقام التي ذكرها المجلس النرويجي للاجئين لا تمثل إلا الجزء اليسير. نحن نعرف أن هناك مناطق يمنية معزولة، نحن نعرف أن هناك مناطق تماس لا يستطيع أن يصل إليها لا منظمات إنسانية دولية ولا هناك منظمات محلية تستطيع التعامل مع الأرقام اللي تضررت هناك. فباعتقادي الأرقام هي أعلى من هذا بكثير. طيب، يعني عندما نتحدث عن أرقام وعندما نتحدث عن معاناة إنسانية، ما هي أوجه المعاناة الممكن حدوثها بسبب إغلاق مطار صنعاء بحسب متابعتك؟ أولا يا أخي الكريم، أنت تعرف بأنه المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وأنصارهم من جيش صالح الرئيس السابق صالح، هي المناطق ذات الاكتظاظ السكاني الكبير، أي أن هناك أكثر من نصف سكان اليمن واقعين أو يسكنون أو يقطنون هذه المناطق التي يسيطرون عليها. فبالتأكيد هناك الكثير من المرضى الذين لديهم أمراض مستعصية يصعب علاجها في اليمن، وهم بحاجة إلى التنقل إلى الخارج. وهذه كانت ظاهرة كبيرة معروفة لدينا في اليمن، أن عشرات الآلاف من المرضى يذهبون إلى الأردن وإلى مصر وإلى العراق سابقا وإلى الهند حاليا لتلقي العلاج نتيجة لعدم إمكانية علاجهم في المستشفيات اليمنية. هذا كان قبل الحرب، أما بعد الحرب توقفت المستشفيات اليمنية الأهلية والحكومية بشكل شبه تام، فبالتأكيد أن الأرقام هذه تضاعفت، وأنه لابد من إيجاد مخرج إنساني للتعامل مع المواطن اليمني. يجب أن يتم التعامل معه بمسؤولية تامة. من يقع في مناطق سيطرة الميليشيات أو من يقع في مناطق سيطرة الشرعية هما في الأخير مواطنين يمنيين، والكل مسؤول عنهم وعن حياتهم. طيب، يعني لكن عندما نتحدث الآن دكتور دحان عن إغلاق مطار صنعاء،
هناك من يتهم المنظمات الدولية والاهتمام العالمي أنه نوعا ما يلقي الضوء على منطقة واحدة، بينما مطارات مثل مطار تعز وغيره من المطارات أيضا متوقفة بسبب أعمال الحوثيين. بالتالي هم يقولون أن هذا الأمر يساعد الانقلابيين بشكل أو بآخر. يا أخي العزيز، هناك أكثر من ملاحظة سواء على المجتمع الدولي أو على المنظمات الدولية أو على الجهات اليمنية المحلية في التعامل تجاه الأحداث في اليمن. هناك من يغلب الجانب الإنساني لأمر ما في نفس يعقوب، وهناك من يبالغ في الجانب العسكري لغرض استراتيجي سياسي. لكن الحقيقة الثابتة التي لا يمكن التهرب منها هي أن هناك حصارا خانقا على المدن والقرى في مختلف مناطق اليمن، تلك التي تقع في مناطق التماس كمنطقة تعز أو محافظة تعز، لاحج البيضاء، أجزاء من مأرب وصنعاء والجوف، أو تلك المناطق التي تقع تحت سيطرة الشرعية ولم تؤمن بعد تأمينا تاما، أو تلك المناطق التي تقع تحت سيطرة قوات الحوثيين وصالح والتي تنعدم فيها الخدمات الإنسانية بشكل عام. فالكل مسؤول عن هذه الظاهرة، وكما قلت المجتمع الدولي أحيانا يبالغ في جوانب معينة ويهمل جوانب أخرى، لا ندري ما السبب. لو كان المجتمع الدولي صادق كان بإمكانه أن يضع حدا لهذه الحرب. أنتم تعرفون أن اليمن تقع تحت البند السابع بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي، وكان بالإمكان أن يتدخل المجتمع الدولي تدخل واضح لإيقاف هذه الحرب، لفرض حلول إنسانية أخلاقية تتناسب والقرارات المتخذة. لكن ترك الأبواب مفتوح على مصراعيها، وكل فترة يركزون على جانب من جوانب الأزمة اليمنية، هذا أمر لا يسر على الإطلاق، ونحمل المجتمع الدولي المسؤولية الأولى في تفاقم هذه المأساة. نعم. طيب دكتور دحان، دعنا نشك معنا في الحوار الأستاذ منصور الجرادي، رئيس مؤسسة وجوه للإعلام، الذي ينضم لنا عبر الهاتف من صنعاء. أهلا بك أستاذ منصور. أهلا وسهلا بكم بالمشاهدين الكرام. حياك الله أستاذ منصور. إذا أنت في صنعاء قريب من معاناة الناس هناك، هل لا نقلت لنا أكثر بشكل أكبر تأثير توقف مطار صنعاء عن العمل منذ ما يقرب من عام؟ حقيقة يعني هذه الذكرى هي الآن اليوم هو يمر العام على إغلاق مطار صنعاء. أنا كنت في العام الماضي سافرت إلى خارج اليمن ولم أستطع العودة إلى صنعاء عبر مطارها. بلا شك كانت صدمة لنا كفريق كمؤسسة شاركنا في تدريب خارجي مع عدد من الصحفيين اليمنيين. هذه الصدمة ما زالت مستمرة حتى اليوم، تواجه كل يمني ظل عالق في مطارات العالم. أصبحت هناك معاناة إنسانية غير عادية يعانيها المرضى الذين لا يستطيعون الانتقال إلى الخارج لمواصلة علاجاتهم الطارئة والمهمة. أيضا هناك يمنيون يعني حقيقة لا يستطيعون العودة إلى صنعاء أو إلى عدد إلى المدن الأخرى نتيجة لخوفهم من التنقل في محافظات أخرى. هناك حقيقة أيضا منع الوصول المواد الغذائية والطبية وغيرها عبر مطار صنعاء، وهناك أيضا قصف مستمر لهذا المطار الذي لا نعرف لماذا يقصف يعني حتى هذه اللحظة يعني. طيب الآن عندما تم إيقاف المطار، ما هي السبل البديلة التي باتت للناس ولمن يريد السفر من المدنيين ممن ليست لهم علاقة يعني بسلطة الانقلاب بصنعاء؟ صنعاء فيها أكثر من 3.5 مليون من السكان من جميع محافظات الجمهورية يعني، وهؤلاء مرتبطون ارتباط مباشر بمصالح في كل أرجاء اليمن وفي خارج اليمن، وبالتالي ما يحصل هو حصار للسكان صنعاء بما يشبه معتقل كبير، لا يستطيعون التحرك إلى خارجه سواء إلى خارج اليمن يعني إلا عبر طرق شديدة الدهشة إذا صح التعبير
عبر أكثر من مطار حول العالم. يعني لك أن تتخيل مثلا إذا أردت الانتقال إلى دولة ما، لابد أولا أن تنتقل عبر دولة السودان أو مصر أو الأردن، وبالتالي هناك تكلفة مضاعفة جدا لانتقال اليمنيين إلى الخارج. بلا شك في صنعاء هناك مضاعفات شديدة أخرى، لابد أن ننتقل إلى مدن أخرى، إما إلى عدن إذا كان المطار مفتوح أو إلى سيئون في حضرموت، وهذا الأمر قد يستطيع أن يعمله البعض، لكن المرضى مثلا يعانون كثيرا، هناك من توفى في الطرقات نتيجة انتقالهم من أجل السفر. في معاناة شديدة حقيقة، يعني ربما يكون الأمر الآخر هو البر، لكن البر أيضا لا يستطيع اليمني أن ينتقل، لأنه لا ممنوع من الانتقال عبر أي حدود لدولة مجاورة له لنا إلا عبر الفيزا. الفيزا الآن أصبحت مشكلة وعائق كبير جدا يحاصر اليمنيين، بالإضافة إلى إغلاق مطار صنعاء. يعني إذن كما يبدو المشكلة باتت مركبة من كما يبدو من حديثك، لكن بنفس الوقت هناك يعني بالنسبة للتحالف العربي وكذلك للشرعية هناك إعلان لأهداف تم وفقا يعني لها فرض منع الطيران عبر مطار صنعاء. برأيك وبحكم أنك متواجد في صنعاء الآن، هل ترى أن الناس يرون أن هذا تبرير مقبول بالنسبة لإيقاف هذا المطار، أم أنهم ينساقون وراء الدعاية المضادة بالنسبة للميليشيات في داخل العاصمة التي تقول أن بالأخير ما يتم هو حصار على اليمنيين والمدنيين عموما؟ في اعتقادي الشخصي أن مطار صنعاء لا يمثل ذلك الأهمية الكبرى بالنسبة لأي جهة، سواء عسكرية داخل اليمن أو خارجها. يعني هو عبارة عن مطار مدني، حتى لو تحدثنا عن القاعدة العسكرية أو الطائرات الحربية، لم يعد هناك طائرات حربية أصلا أو في الأساس في مطار صنعاء أو في غيرها من القواعد، يعني دمرت بالكامل سواء قبل التحالف أو بعده. يعني لكن في حقيقة الأمر كان هناك عذر بأن العمليات العسكرية اقتربت من مطار صنعاء، هذا قبل عام طبعا، وبالتالي هناك مخاطر على الرحلات، سلامة الرحلات الجوية، وكان هذا العذر مبرر لإغلاق المطار. طبعا كان عذر أقبح من ذنب، لأنه بلا شك لا يوجد مطار في العالم يغلق نتيجة عذار واهية ويستمر لعام كامل. يعني وأعتقد أن هذا هو عقاب جماعي لجميع اليمنيين. هناك خلافات، هناك حروب، هناك قتال، لكن ما زالت صنعاء تستقبل الكثير والكثير من النازحين من داخل اليمن من جميع محافظات اليمن، وبالتالي أعتقد أن صنعاء هي شريان الحياة التي يجب أن تظل مفتوحة جميع نوافذها لجميع اليمنيين ومن كل مكان. إذن هو بكل تأكيد هناك أيضا المدن الأخرى الواقعة تحت الحصار وربما القصف أيضا. على كل حال أشكرك رئيس مؤسسة وجوه للإعلام والتنمية الأستاذ منصور الجرادي، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. بالعودة إليك أستاذ دكتور دحان، إذن يعني إذا ما نظرنا إلى حجم المعاناة التي يعانيها اليمنيون عموما من عدم قدرتهم على السفر والتنقل بسبب الانقلاب، كيف يمكن الحد من هذه المعاناة من وجهة نظرك؟ أولا يا عزيزي، علينا جميعا أن نعرف أن الحرب ليست نزهة، الحرب دائما لها نتائج كارثية على المستوى القريب وعلى المستوى البعيد. فما أتكلم عنه الأستاذ الجرادي من صنعاء شيء ممكن الاتفاق عليه، لكننا نرى بأن اليمن بكامله من المهرة إلى صعدة يعاني من نفس الحالة، تختلف بعض الأوجه البسيطة من هنا أو هناك، لكن بشكل عام معاناة الحرب هي معاناة شاملة تشمل كل اليمنيين في كل مكان، وربما هناك مدن أكثر تضرر من صنعاء وبالذات مدينة تعز. الكل يعرف هذه المحافظة التي يقطنها تقريبا ربع سكان الجمهورية اليمنية، وهم محاصرون حصارا شديدا لا توجد إلا بعض المنافذ البسيطة التي تقود إلى موانئ ومطارات الجنوب، وهي بحد ذاتها مهددة. فعلى كل حال الأساس في المشكلة هي الحرب،
ولا بد من وضع حد لهذه الحرب اللعينة، هذه الحرب التي أحرقت الحرث والنسل، ولا بد للأطراف المعنية بأن تراعي مصالح شعبها وتميز بين الحق والباطل، وأن هناك تحقيق أهداف على حساب جماجم هذا الشعب وعلى حساب رفاته ليس صحيحا، فمن المسؤول عن هذا؟ من نلوم في ذلك؟ لابد من العودة إلى صوت العقل والحكمة، لابد من التفكير بهذا المواطن البسيط الذي لا يجد لقمة عيشه ولا يجد حبة الدواء، يموت متنقلا بين الطرقات بحثا عن حبة الدواء ولقمة عيش. فالمسألة هذه مسألة كارثية شاملة تشمل كل مناطق اليمن، وربما هناك مناطق تعاني ولا صوت يرفع منها نتيجة لبعدها الجغرافي عن العاصمة صنعاء، ما فيها صعدة نفسها التي تعاني من الحصار من جهات مختلفة، عندك الحديدة أو بعض مناطق شبوة وغيرها. فالمسألة لا يمكن الانتقاء فيها أبدا، بقدر ما هو المفروض أن توجد هناك حلول إنسانية شاملة لكل اليمنيين، وعلى المنظمات الإنسانية المحلية والدولية أن تضع كل جهدها في هذا الاتجاه، وأن تضغط على أطراف الحرب في الوصول إلى مخارج سلمية تحفظ للمواطن اليمني كرامته. طيب، يعني الآن عندما نتحدث عن الجهود الأممية ومحاولات الحل الدائمة التي تجري من قبل الأمم المتحدة، وعندما نرى تعنتا من قبل ميليشيات الانقلاب في القبول بهذه الحلول وحتى رفضها لمهمة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ كما صرح بذلك مسؤولين في ميليشيات الانقلاب، ألا يدفع ذلك إلى يعني تحميل ميليشيات الحوثي الجزء الأكبر من المسؤولية في هذه الجريمة الإنسانية، خاصة أنها قامت أساسا بالانقلاب على اليمنيين؟ أنا عندما أتكلم عن الجانب الإنساني الحقوقي فأنا لا أفرق بين الجهتين، أنا أتكلم باسم منظمة حقوقية تعمل من أجل تخفيف معاناة المواطن اليمني أينما كان، وترك الجانب السياسي للسياسيين. لكن لو طلبت رأيي كسياسي أو كمواطن يمني لي الحق بالتعبير عن رأيي في هذا الجانب، فأولا أنا أحمل المسؤولية المجتمع الدولي هذا اللي يصرف لنا كثير من الكلمات الجوفة ونرى أو نسمع جعجعة ولا نرى طحينا، فهناك الكثير من القرارات وهناك الكثير من البيانات، وآخرها كان بيان مجلس الأمن الدولي اليوم اللي تكلم فيه عن الجانب الإنساني، وأن هناك أكثر من 20 مليون شخص معرضين للمجاعة والموت في كل من اليمن والسودان وشمال شرق نيجيريا والصومال. طيب، إذا كنتم تعرفوا حجم هذه المأساة وهذه الكارثة، لماذا ما تدخلون تدخلا إيجابيا واضحا تحت البند السابع وتوقفوا هذه الحرب اللعينة في كل مكان؟ هذا من جانب. الجانب الآخر أحمل فيها الجهات الداخلية، أولا علينا أن نعي أنه من يسعى إلى تفجير السلم الأهلي وتحقيق الأهداف السياسية باستخدام القوة بأنه يتحمل كامل المسؤولية، لا بد من العودة إلى عملية سياسية، إلى تغيير سلمي عبر الحوار ولو على مئة عام. أما إذا استمرينا كل قوة تريد أن تفرض رؤاها السياسية باستخدام القوة وبالانقلاب على الإجماع الوطني وبتغيير موازين القوى و استغلال الثروات الوطنية واستغلال السلطة بالشكل الغير وطني، فستظل هذه المآسي تتكرر والحروب تتكرر، ونحن عشنا أكثر من 5 عقود في حروب متتالية ولم نصل إلى نتيجة، يوم هذا الطرف يتغلب ويوم يتغلب الطرف الآخر، فإلى متى نظل تحت هذا الوهم؟ هل هناك من صحوة ضمير كي يعود الناس إلى وفاق سياسي وتأكيد السلم الأهلي على أساس من توازن المصالح بين القوى الاجتماعية والسياسية داخل البلد؟ هذا هو الأساس لإيقاف هذه المأساة. نعم دكتور. طيب، دعنا نشرك معنا في الحوار الدكتور فيصل العواضي، مستشار وزارة الإعلام، الذي انضم لنا عبر الهاتف من الرياض. أهلا بك دكتور. مرحبا بك وبضيفك الكريم وبالإخوة مشاهدي قناة بلقيس. حياكم الله دكتور. إذا يعني بعد مرور عام على إقفال مطار صنعاء، يعني من وجهة نظر حكومية، ما الذي يعني استفادته الشرعية وقوات التحالف و
يعني جنته من إغلاق هذا المطار إلى الآن بالمقارنة لحجم معاناة المواطنين والمدنيين في صنعاء وما حولها؟ أولا طبعا أي منفذ نحن نعرف أن الإنقلابيين يستغلوا استغلال سيء في تهريب الأسلحة والمعدات العسكرية لتطويل أمد الحرب، وإغلاق مطار صنعاء كان يأتي في هذا الإطار، وهناك أكثر من أدلة تثبت سوء الاستخدام لهذا المنفذ، كما هو الحال مع أي منفذ آخر سواء الموانئ الجوية أو البحرية أو البرية. وطبعا الحكومة الكل يعلم أنها مادة يدها بالخير لكل الناس، يعني هي لا تبحث ولا تتسبب في معاناة لأي مواطن، لكن الطرف الآخر هو الذي شن حربا وأعلن انقلابا على السلطة الشرعية وعلى الإجماع الوطني، ويحاول أن يخلق معاناة حتى يستدر عطف العالم مع معاناة الشعب اليمني كي يتمكن بالفوز، يعني يتخيل لو أنه سيفوز بغنيمة، يعني ما قد سيطر عليه بالقوة أنه سيتحول إلى غنيمة يفوز به إذا تعاطف العالم مع الشعب اليمني. طيب، يعني قبل فترة الناطق العسكري السابق للتحالف أحمد عسيري قال أن الهدف من إغلاق مطار صنعاء هو منع أي هروب لقيادات الميليشيات خلال عملية الاقتحام، لكن الاقتحام لم يحدث بالنسبة لصنعاء. هل استفاد التحالف الشرعية من منع قيادات ميليشياوية من السفر من مطار صنعاء؟ بالتأكيد، يعني هناك تفويض لقوة التحالف بتفتيش الشواطئ والأجواء اليمنية، وطبعا كثير من قيادة التحالف هم ارتكبوا جرائم حرب في حق الشعب اليمني، ولا يمكن أن يسمح لهم بالفرار بجرائمهم، لأنه ستكون هناك إن شاء الله عدالة انتقالية، ليست ثأرات ولكن عدالة انتقالية وفقا لشرع الله ولدستور البلد والقوانين التي ستكون هي الحكم بين مختلط المواطنين، ستأخذ مجراها في حق كل من ارتكب جريمة في حق الشعب اليمني. طيب، يعني هناك من يتساءل دكتور فيصل، طالما أغلق مطار صنعاء وحدث ما حدث مع أي مبرر موجود حتى مع صعوبة الوضع، هناك من يتساءل لماذا لم يتم تفعيل عمل مطارات أخرى حتى لو كانت يعني مطارات قريبة من أماكن التماس مع الإنقلابيين، أو حتى مطارات بعيدة بشكل أكبر مما يحدث الآن؟ طبعا هو تفعيل المطارات ليس قرارا يمنيا، شركة الطيران العالمية لا حسابات أو شركة التأمين، وربما كثير من شركات الطيران تدرس الآن أن لا يدون تسيير خطوط ورحلات الهوان، خاصة أن السفر ربما يقتصر الآن على المواطنين اليمنيين فقط، ولكن الحكومة ترحب بأي طيران أو بأي شركة مستعدة تسير رحلات إلى اليمن، وهناك مطارات حضرموت، يعني مطار سيئون، ومطار المثلث الطريق إلى الافتتاح، ومطار عدن يعني يتم تأهيله لكي يكون مطار إقليمي ليس لليمن وإنما للمنطقة بشكل عام. طيب، دعني دكتور فيصل أنقل لك هذا النداء الذي أطلقه الكاتب عبد الله القيسي، يقول لماذا يتم إغلاق مطار صنعاء، ويجيب في سياق منشوره كي تذهب إلى مطارات الجنوب فيمارس ضدك كل ألوان الإهانة والإذلال والتهديد في الطريق إلى هناك لمجرد أنك مواطن من الشمال، كفى إهانة للناس، افتحوا مطار صنعاء. كيف تعلق على هذا المنشور؟ أولا يا سيدي العزيز، طبعا الآن مع عودة الأمن والاستقرار وتطويع الأوضاع في العاصمة عدن وبقية المحافظات المحررة لم يعد هناك أي شخص أو تحري، أنت تعرف أنه يعني لما تكون البلد في حالة حرب لابد من التحري عن كل قادم، وخاصة أنت تعرف أن هناك عدو يتربص الدوائر ويحاول اختراق ويحاول دس عناصره بأي شكل أشكال، فكان أي تحري يعتبره إهانة أو إلى آخره. يعني نحن المواطن اليمني أحيانا يعني
يضخم بعض الإجراءات مع أنها قد تكون طبيعية في سياق الظروف الاستثنائية. أنا مثلا كنت في مأرب، وقبل دخولي مأرب تم توقيفي والتأكد من الدوائر الأمنية وسمح لي بالمرور، لم أتبرم ولم أصدر، اعتبرت هذا إجراء جميل يعني لحماية الأمن الذي يحاول اختراقه من قبل الانقلابيين. الآن لا يوجد تقريبا خفت الكثير من الإجراءات في العاصمة وفي حضرموت. حضرموت يعني في مطار سيئون لم يكن هناك أي مضايقات تذكر أو تدقيق على القادمين أو المغادرين. لكن أنا أطرح سؤال، يعني إذا كان إغلاق مطار صنعاء في نظر بعض الإخوان سبب معاناة، مثلا 35 باخرة محتجزة لتحمل مواد غازة تبع مشروع الغذاء العالمي محجوزة من قبل الانقلابيين غير مسموح لها بدخول ميناء الحديدة وكثير من الأدوية وغيرها وغيرها، يعني أليست هذه المعاناة الأكبر بالإشارة وبرفع العقيرة بالسياح حولها؟ مفهوم مفهوم. إذن شكرا لك دكتور فيصل العواضي مستشار وزارة الإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وقبل أن أعود إلى دكتور دحان النجار لاستئناف النقاش في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام، سنذهب إلى فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني. أعود إلى النقاش مع دكتور دحان النجار رئيس المجلس العالمي لحقوق الإنسان من نيويورك. أهلا بك دكتور مجددا. دكتور، يعني عندما نتحدث على أن العالقين غير قادرين على النفقة في بلدان أخرى يأملون بالعودة لبلدهم، هناك أيضا مرضى عجزوا عن السفر يحاولون يعني يريدون أن يتلقوا العلاج في الخارج، وهناك مطارات مغلقة أو دول ممنوعة منها، والآن هناك دول أيضا تحظر سفر اليمنيين إليها. وسط كل ذلك، ما هي الحلول الممكنة بالنسبة لليمنيين كي يعيشوا ويعني يداووا جراحهم الآن؟ أولا يا أخي العزيز، دعنا عندما نناقش مآسي الشعب اليمني ألا نعتبر القضية قضية تشغيل نقاط ضد هذا الطرف أو ذاك. مفهوم. اليمن يعيش في مأساة حقيقية لم يشهدها في تاريخها الحديث والمعاصر. ما يحصل في اليوم يحصل اليوم في اليمن هو بركان هز الشعب اليمني من أقصاه إلى أدناه، وعرضه إلى مخاطر لم يتعرض لها من قبل أبدا. نحن نعرف أنه قبل هذه الحرب كان هناك 25% من سكان اليمن يعانون من أمراض الكبد المختلفة، ناهيك عن الشرائح الأخرى اللي تعاني من أمراض الكلى، من أمراض السكر، أمراض المعدية الأخرى. أما اليوم وبعد الحرب وقد تضاعفت هذه الأمراض والأوبئة في المجتمع اليمني تفتك به، بالإضافة إلى آلة الحرب المجنونة التي تقتل الآلاف كل يوم وتجوع الآلاف كل يوم، فبالتأكيد أن هناك أكثر من السكان اليمن يعيشون في كارثة حقيقية. والأمم المتحدة كررت في نداءاتها أو بعض منظمات الأمم المتحدة بأن هناك أكثر من 9 ملايين يمني في حالة خطر، هناك أكثر من 500,000 طفل معرضون للموت جوعا، هناك أكثر من 18 مليون يمني بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة. هذا كان قبل فترة، فما بالك اليوم ماذا ستكون هذه الأرقام؟ فالحل ليس بتسجيل المناشدات أو بتسجيل البيانات هنا وهناك، الحل يكمن في إيقاف هذه الحرب اللعينة والعودة إلى طاولة الحوار على أسس متينة تضمن شراكة الجميع وتضمن حق الجميع في هذا الوطن كي لا تتكرر هذه المآسي. اليوم مئات الآلاف من اليمنيين محاصرين في مناطق عديدة وهم يبحثون عن منفذ ولو بسيط للخروج إلى الخارج بأي حال من الأحوال. إن وصلوا البلدان الشقيقة فهم محاصرون لا يجدون فرصة عمل كما هو معروف واضح،
وإن نفذوا إلى بعض البلدان كما هو الحال في جيبوتي، سكنوا بين الأفاعي في الصحاري وبين الوحوش المفترسة، والبعض الآخر من كان لديه جزء بسيط من الأموال وانتقل إلى ماليزيا أو إلى الأردن أو إلى مصر كما أشرت أنت أخي العزيز، نفذت تلك المدخرات التي كانت معهم ولم يبقى إلا عدد قليل ممن كانت الفرص قد أتاحت لهم حيازة رؤوس أموال كبيرة جدا. فالمشكلة لا يمكن معالجتها بشكل جزئي، لا يمكن معالجتها بالاتفاق مع هذا البلد أو ذاك، لا يمكن معالجتها بإيصال مواد إنسانية إغاثية أو كمية من الأدوية، لا بد من معالجتها من جذورها، وجذورها الرئيسية تكمن في إنهاء الانقلاب، في إنهاء الحرب هذه والعودة إلى التوافق الوطني. طيب الآن يعني عندما نتحدث عن يعني معاملة الأمم المتحدة والتعامل يعني عموما منظمات حقوق الإنسان بشكل عام للملف الحقوقي في اليمن، هناك من يلاحظ نوع من القصور، وأنت انتقدت هذا الدور بشكل أو بآخر، هل من طريقة يعني تحفيز هذا الدور لأن يكون إيجابيا أكثر بالنسبة للملف اليمني وللقضية اليمنية؟ أنا أعتقد بأن الأمم المتحدة وهي تمثل الكبار كما نعرف جميعا هي تقايض في الملفات من بلد إلى آخر، صحيح هناك بعض الجوانب الإنسانية التي يتم رعاتها لكنها لم تأخذ المكانة الأولى في اهتمامات الجميع، فالاهتمامات السياسية هي السائدة على ما يبدو، وتظل التحركات الإنسانية في هامش آخر بسيط، لا يمكن للهامش هذا أن يحل المشكلة اليمنية من جذورها. للاعبين الكبار أهداف مرئية وأهداف غير مرئية، نتمنى أن لا يضعوا دماء اليمنيين ودماء سكان المنطقة وقود في الوصول إلى تلك الأهداف القريبة والبعيدة المدى بالنسبة لهم في صراعهم الدولي على المصالح الدولية، والالتفات للجانب الإنساني بقدر الإمكان. لكن قبل ذلك أعيب الأطراف الوطنية اللي يجب أن تكون أكثر اهتمام بالأهل، أكثر اهتمام بالشعب هذا اللي نتكلم باسمه، بالشعب هذا اللي نوجهه كالقطيع إلى المعارك لكي يموت، نوجه الشباب نأخذهم من المدارس ومن دور التعليم المهنية وإلى آخره ونتجيبهم إلى جبهات الموت باختيارنا، لم يأتي أحد ليجبرنا على هذا، فالمسؤولية الأولى تقع على الأطراف الوطنية. طبعا المسؤولية تختلف من طرف إلى آخر، لكن كما أشرت أنا أنه الأطراف اللي تتحمل المسؤولية الإخلاقية والوطنية والإنسانية والدينية هي تلك الأطراف التي ترفض الجنوح إلى السلام وترفض الوفاق الوطني وترفض مبادئ المواطنة المتساوية والتوزيع العادل للسلطة والثروة في هذا البلد المنكوب دائما. نعم. طيب دكتور، دعنا نشرك معنا في الحوار الباحث المختص بحقوق الإنسان الأستاذ براء شيبان الذي ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن. مساء الخير أستاذ البراء. مساء النور لك ومساء النور لضيفك الكريم. أهلا بك أستاذ براء. إذن في تعز هناك حصار خانق في الحديدة وإب وغيرها من المحافظات، هناك معاناة، وهناك من يتساءل لماذا الاهتمام الأممي والدولي ينحصر فقط في صنعاء ومطارها فقط؟ أنا لا أعتقد أن الاهتمام الدولي ينحصر فقط في مطار صنعاء، طبعا هي واحدة من القضايا. السبب الرئيسي أنه ليس هناك إلى هذه اللحظة أي مبرر عسكري أو فائدة عسكرية من استمرار إغلاق مطار صنعاء، حتى أن المعارك التي كانت في وقت معين كان يقال أنها اقتربت من مطار صنعاء توقفت تقريبا تماما، فلذلك ليس هناك أي ضرورة إنسانية أو عسكرية لاستمرار إغلاق مطار صنعاء. طبعا مطار صنعاء ليست هي القضية الوحيدة، لكن هناك أيضا قضية مثلا موضوع المعاناة المستمرة في الحديدة، موضوع حصار تعز، ولكن ما يقلقنا أن الحكومة اليمنية كل يوم تخسر من رصيدها، كون أنه بعض الأحيان عندما تكون في قضية سهلة مثل إغلاق مطار صنعاء ليس هناك أي مسؤول حكومي يشعر أن لديه مسؤولية أيضا تجاه المواطنين في المناطق التي لا تخضع لسيطرة الحكومة اليمنية. طيب الآن هناك تساؤلات، يعني بحكم متابعتك لهذه المواضيع، هل يمكن فتح مطار صنعاء
أو هل يطرح مسألة فتح مطار صنعاء وأن يكون ذلك وفق إشراف أممي لغايات إنسانية فقط؟ هل يتم طرح مثل هذا الحل؟ هو يعتمد ماذا تقصد لغايات إنسانية. أنا أريد أن أذكر فقط الجميع أنه عندما كان هناك أفراد من عائلة الرئيس المخلوع غادروا صنعاء بكل سهولة، الوفود الحوثية تغادر صنعاء بكل سهولة، المواطن اليمني الذي هم المرضى والطلاب هم المتضررين المباشرين من استمرار إغلاق مطار صنعاء. فلذلك أنا لا أعتقد أنه فقط عندما نقول لأسباب إنسانية ماذا نقصد بأسباب إنسانية. معظم المسافرين الذين يسافرون خارج اليمن كانت هناك فقط وجهتين وهي عمان والقاهرة، ومعظم هؤلاء هم مرضى يحتاجوا إلى السفر، وليس من المنطقي أن نطلب منهم أنهم يجب أن يسافروا 8 ساعات إلى عدن حتى يتمكنوا أن يحصلوا على مقعد على طائرة مغادرة من اليمن. طيب يعني أنت لا ترى أن مسألة إشراف أممي أو عملية فتح المطار ومن ثم عملية تفتيش الطائرات الخارجية والداخلة إلى المطار مسألة منطقية، أم أن ذلك يمكن أن يسهم في حل الإشكالية بشكل عام أو التخفيف منها على الأقل؟ يعني اصلا كانت الطائرات كلها تفتش من قبل التحالف العربي، لم تكن هناك اي طائره تغادر او تدخل الى اليمن بغير تفتيش التحالف العربي، وهذا ممكن ان يستمر يعني اذا كان الغرض هو غرض عسكري. النقطه الثانيه انه ممكن يعني طلب وجود مراقبين او اشراف من قبل الامم المتحده، يجب ان تكون هناك افكار متعدده تتمكن من تخفيف عبء هذه الحرب على المواطن اليمني. لا يجب ان ينظر الى المواطن اليمني انه اذا هو خارج النطاق في منطقه خارج سيطره الحكومه الشرعيه انه يمتلك مزايا اقل او انه مواطن درجه ثانيه. مهمة الحكومة اليمنية هي كل المواطنين، سواء الذين يخضعون تحت في المناطق التي تحت سيطرتها أو حتى الذين هم يقعون حتى داخل محافظة صعدة. إذن أشكرك جزيل الشكر الباحث المختص بمجال حقوق الإنسان أستاذ براء شيبان، كنت معنا عبر الهاتف من لندن. وبعودة أخيرة إلى الدكتور دحان النجار. دكتور دحان، إذن إذا حتى نخلص يعني نخرج بخلاصة من هذه الحلقة، ما هي التوصيات التي يمكن الحديث عليها في مسألة مطار صنعاء حتى يمكن للمدنيين التنفس بشكل أكثر ويعيشوا بشكل أكثر سهولة في المناطق يعني التي تشهد تماسا أو تلك التي من المحتمل أن تشهد تماسا، وبذات الوقت لا يستفيد الانقلابيون من أي ما يمكن أن يستفيدوا في حال فتح هذا المطار؟ هناك ثلاثة أشياء لا بد منها. الشيء الأول يقع على عاتق المجتمع الدولي، فلا بد من تخفيف المعاناة ولا بد من إعادة الرقابة على الطائرات الداخلة والخارجية من مطار صنعاء، يتم تفتيشها بأي آلة يريدون، لكن على الأقل لا بد من إعادة الروح إلى الحركة إلى هذا المطار الحيوي أو غيره من المطارات. أنا ممكن أطرح حتى مطار الحديدة أو مطار تعز في نفس الوقت. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، على سلطات الأمر الواقع أن تتعامل بمسؤولية تامة مع هذه الحالة الإنسانية، وأن لا تستغل هذا الظرف من أجل تحقيق أهداف سياسية أو إدخال أو إخراج أشخاص أو مواد غير مرغوب فيها أو ممنوعة أو محرمة. هذا الأمر لابد من الأخذ فيه ومراعاته تماما. أما بالنسبة للطرف الحكومة اليمنية فعليها إما أن تقوم بواجباتها وتشغل مطارات قريبة من العاصمة كمطار مأرب أو مطار عدن يشغل بشكل فعلي، أرمى البحث عن مطارات أخرى وموانئ أخرى لإدخال المساعدات، للسماح للمواطن بالتنقل بكل سهولة وبمسافة أقصر. إن لم يتم التعامل من قبل الجميع بكل مسؤولية وطرح هذه البدائل على أرض الواقع، فالبديل الآخر هو
أن يعي الجميع مسؤولياتهم، ونطالب المجتمع الدولي بأن يتدخل لحل الإشكال اليمني من أوله. المشكلة الإنسانية هي ناتجة عن المشكلة السياسية، فإذا لم تحل المشكلة السياسية التي من أجلها حصل ما حصل، فستظل الأزمة الإنسانية قائمة إلى ما لا نهاية. أشكرك دكتور دحان النجار رئيس المجلس العالمي للحقوق والحريات، كنت معنا عبر سكاي في حلقة اليوم من نيويورك، شكرا جزيلا لك. كما وشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات، ولكل الضيوف الذين كانوا معنا، إلى اللقاء.